بالشوكة والسكينة. الورقة اهو، امسحي ايدك. ايدك انت هتفتحي بطيخة؟ انا مش عايزة اكل اللحمة، انا هاكل المكرونة. كلي اللحمة الاول بالشوكة والسكينة. مش عايزة اللحمة، انا عايزة المكرونة. مش برافو. بونجور. بانجور. لا لا لا، بونجور. بونجور كويس قوي قوي قوي. بونجور يعني ايه؟ صباح الخير. عظيم. ها طب وبونوي؟ بونوي ها يعني ايه؟ العواف. عواف في فرنساوي العواف. في فرنساوي عواف يا بيه. فتكم بالعافية، فتكم بالعافية. معلش يا مسيك، معلش معلش. تنسي انك كنت شغالة، والمطبخ والغسيل والمسح والكنس دول ما تجيبيش سيرتهم خالص. حاضر يا اسطى. مفيش يا اسطى، واخدة بالك؟ انت دلوقتي نجمة كبيرة، اسمك سلوى فريد، اللي بكرة هيلمع في سماء الشهرة والمجد. اسمك ايه؟ وحيد فريد. وحيد فريد؟ وحيد فريد ده مصور كبير وحاجج. اسمك سلوى فريد. اسمك ايه؟ سلوى فريد. عظيم. هوايتك ركوب الخيل والسباحة واليوجا. هوايتك ايه؟ ركوب الخيل. ها. والسباحة. ها. والانشوجة. انشوجة؟ معلش يا بنت، معلش يا فندم. يا زوبة يا زوبة، انسي المطبخ بقى. خلاص. اليوجا الايه؟ يوجا. ايوه اليوجا. انت كمان عضوة في نادي الجزيرة. ما شاء الله. امك تيزا عيشة هانم لزغلي. جدك سلطان باشا اللي فتح عكا. جدك عمل ايه؟ عجة. عكا عكا، ما تفضحناش، بلاش تفاصه. جدك فتح ايه؟ عكا. برافو. اهم حاجة بقى بعد كده تخلي كلامك مزوق، يعني تقولي ايه؟ ربما، حيثما، ولذلك، اطلاقا، وتكتري من اطلاقا ده. طب الكلام ده اقوله كده من غير مناسبة؟ من غير مناسبة. امال هيعرفوا ان انت مثقفة منين؟ اطلاقا. كويس اوي، تعالي. بس احتمال لو حصل انه نط من البلكونه. لا يا بونجور. انسه سلمى. ايه ده؟ انت هنا يا مدام؟ ازيك؟ والله عالية زمن ولسه. استاذ وحيد، نخش بقى في الموضوع. طب سعادتك خش وابقى اندهني. لا لا لا، عايزين نتكلم هنا في السيناريو ونحدد الشخصيات عشان نبدا التصوير وندبه في كام يوم. ندب. احنا هنبتدي التصوير في استوديو نحاس بالاستعراض ان شاء الله. اه وماله، ندبه في نحاس. على فكره في دور ثانوي صعب جدا، يا ترى مين هيعمله؟ دور ايه؟ الشغاله. انا بقول ان حضرتك احسن واحده تعملي الدور ده، اصله محتاج لممثله قديره زي.
انا العب دور شغاله فيلم من اخراج جوزي كمان؟ دي ايه انا؟ وماله يا حبيبتي، ده تمثيل. ثم هما الشغالين كفروا، ده من غيرهم بطلوس وما تعرفوش تروحوا شغلكم. عن اذنكم. الله، هي المدام زعلانه ليه؟ سيبوها على راحتها، ولو ان يعني دور الشغاله ده دور مهم وهادف وهياخد عطف الجمهور. خلاص يا اخوانا، مدام كلنا جاهزين نتكل على الله ونبتدي التصوير يوم السبت اللي فات. معقول اللي فات انت راخر؟ السبت ايه اللي فات انت راخر؟ ده تاخيره في جهك. برافو 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 برافو، حاجه هايله، حاجه عظيمه. ايه ده يا بنت يا زوبة؟ قصدي ايه ده يا سلوى؟ انت اثبتتي انك فنانه عظيمه. استاذ فرحات، احييك من قلبي. شكرا. انت اهديت السينما بطله، كلها نشاط، كلها حيويه. شكرا. كلها هو انا عملت حاجه؟ البركه في الاستاذ فرحات حضرتك طبعا. شكرا. انا ما عملتش حاجه، انا اشتغلت مع بطلات كتير، اشتغلت مع اليزابيث تايلور، ماريتا تورشي. تورشي؟ في نجمه سينما اسمها تورشي؟ الله، الفيلم اللي عملناه السنه اللي فاتت في الملاحات. انا ما عملتش افلام في الملاحات. مش انت؟ المهم، المناسبه السعيده دي بمناسبه بطلتنا الجديده العظيمه، انا عازمكم النهارده على العشاء. شكرا. تحيه لسلوى هانم، وتحيه لفيلمنا الكبير الاستعراضي اللي بنعمله دلوقتي. شكرا. بس ما قلتليش اسمه ايه؟ بعدين هبقى احكي لك موضوعه ومين اللي بيمثل فيه ومين اللي بيخرجه كمان. ارجوك اتفضل. تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله؟ هتسيبيني خلاص؟ اعمل ايه؟ عندي غسيل، عندي تصوير الصبح بدري. تصبح على خير. وانت من اهله. معلش يا روحي، تولتيني. تصبح على خير. لانيسة سلوى جوه؟ جوه. فين؟ في اوضه المكياج. الله، هي سكلتك ولا ايه؟ قريت.